السلام عليكم. اليوم عندنا درس جديد ديال هاد الخدمة، هادي ديال الكورميطة ولا الملاقية ديال الكورميط مدوبلة، الكورميطة صغيرة بحال يعني تطبيق ديال الصورة اللي غادي نحط لكم مع الفيديو. هذا هو التطبيق ديالها، كيفاش كنخدموها في الطول ديالها. بالنسبة للتيساع نتوما كتختاروا التيساع شحال ما بغيتو تخدموها. انا اليوم خدمت غير على حساب ثلاثة ديال الصفوفه، يمكن لكم دوبلو صفوفه شحال ما بغيتو. ودائما في الحساب ديالها ملي تجيو تخدموها، ملي تجيو تعمروا العوينات مثلا الا كنتو غتهبطوا بها هكذا بغيتو تعمروا العوينات، دائما خدموا بهذه الطريقه هذه. يعني دابا هنا عندنا جوج الغرزات وهنا الفوق جوج الغرزات. ملي كنكونوا كنعمروا العوينات كيفاش كنحسبوا؟ كنحسبوا العين الاولى، هذه الاولى، وكنعملوا جوج اللي كيمشيو في الحاشيه، هادو اللي في الحاشيه، وكنخليو غرزه، كنخليو غرزه، هذه غير العوينه الصغيره العاديه اللي كنحلو، اللي كنخليو غرزه ونمشيو لغرزه اخرى. هذه كنقولكم الطريقه ديال البدايه ملي كتبغيو تعمروا العوينات. دائما كنحسبو هكذا، كنخدمو واحد جوج على حساب هنا بخلينا جوج، هنا خصنا نخليو جوج، هذه فيها 11، يعني كنخليو جوج في جوج 4 و7 كيخرجوا لنا فيهم 3 ديال الكورميطات الصغار. يعني كنخدمو جوج الغرزات، كنخليو غرزه ونخدمو جوج الغرزات، ها وحده وها الثانيه، كنخليو غرزه كنخدمو غرزة اللي فوق منا، يعني كنحلو العين، كنخدمو جوج الغرزات اخرين. يعني هنا خدمنا جوج العوينات، فتحنا عين كنخدمو غرزة والغرزة الثانية جوج، كنفتحو عين كنخدمو جوج الغرزات، وكنحلو العين الثالثة كنخدمو جوج الغرزات. ها الغرزة الاولى هذه الثانية، كنحاول باش يكون الشرح واضح وتكون مفهومة. دابا غادي نرجعو فيها، غنخدمو هاد الغرزة هادي، وكنخدمو في هاد العين هادي جوج ديال الغرزات، هادي فيها جوج ديال الغرزات باش تحل، كنرجعو فيها عادي كيف ما سبقنا وخدمنا الكورميطة. الكورميط اللي سبقنا خدمناها فيها ثلاثة ديال الغرزات، هادي فيها غير جوج، كنخدمو هاد الغرزة هادي، يعني الغرزات كاملين. عندنا مثلا هنايا 11 ديال الغرزات، غادي نردوهم كاملين ب11. كنخدمو هادي، كنخدمو هاد الغرزة هادي اللي هنا، يعني بين كل عين كاينة غرزة، بين كل عين كاينة غرزة. كنخدمو هاد العين فيها جوج، وهاد جويجات اللي بدينا بيهم. مثلا بغينا نخليو هنا غرزة واحدة، كنعملو غرزة واحدة هنا وكنبداو نفتحو العوينات. بغينا جوج بهاد الطريقة هادي كيفما واضح في الصورة ديال الجلابة اللي غادي نحط لكم مع الفيديو، هكدي هي الطريقة ديالها. نتوما كتفتحو العوينات على قد الاتساع اللي بغيتو. دابا غادي نحاول نطلع فيها من تاني، يعني فتحنا العوينات ورجعنا فيهم. دابا غادي نخدم الخدمة الحاسبية، يعني ها جوج ها ثلاثة، نرب داك العوينات كاملين نوضحهم، ها أربعة ها خمسة ها ستة ها سبعة ها ثمانية تسعود، هادي 10، كما كتلاحظوا هادي 11. دابا غادي نحبك عليهم في الرجعه، يعني فتحنا العوينات طلعنا فتحنا العوينات ورجعنا ثبتناهم وطلعنا بها حسبيه. دابا غادي نحل العوينات، غادي نخدم جوج
الغرزات من الفوق، حيت حنايا ماشيين بجوج، هنا ماشيين بجوج، كنخدم بجوج وكنخلي الخيط الدائرة ديال الخيط كنخليها لتحت هكذا هكذا، وكنحبك على هذه جوج المرات كيف ما سبقنا خدمنا الكورميط العادية، كنحبك على هذه جوج ديال المرات هكذا، وكنعمل الخيط للفوق وكنخدم هذه الغرزة هذه، يعني هنا هذه الفوق هذه اللي تحت منا، لاحظوا كنخدموا هاد الجوجة، ها واحد ها جوج، كل بين حبكة وحبكة جوج الغرزات، وكنقلبوا الخيط ديالنا هكذا لتحت وكنحبكوا على هادي ها الاولى ها الثانية بحال بحال، كنعملوا الخيط الفوق وكنخدموا هاد الغرزات هادو جوج، ها هما جوج، وكنجيو وكنحبكو على هادي تاني جوج ديال الغرزات، وكنخدمو هاد جوجة، ها هما جوج ديال الغرزات، بهاد الطريقة هادي. دابا كيفاش نحلو تاني؟ غادي نخدمو جوج الغرزات ديالنا، ها وحدة ها جوج، نخدمو هاد جوج الغرزات ديالنا كما كتلاحظوا هنا الفوق